penguin. Super penguin. هلا رح ندخل بعمق البحر. رح نشوف السما. هاي سمكة كبيرة بتعض. يلا فوتي تحت البحر تماسح. ماما ليه عندهم هذا السين الكبير؟ هذا بقصين ديل؟ آه. هيك ربنا خلقه. أكيد بيساعدوا لإشي هذا الديل. أما لوني أزرق. إيديكم وتمكم كله لونه أزرق. وانتي ماسة انت لك حمر يا بلو. شفتي السمك حلو؟ اه مجنن. واو اسمنه. هاي اخذنا صورة جوا الاكواريوم كتير حلوة. احنا قاعدين بنطلع على القرش. نفوت على الحديقة المائية الزو. تعالوا يا دي خايفة. شو ماسا؟ ريحة السمك؟ شو سوسو مبسوطة؟ انا نروح عند البينجوين زيه بالضبط. حبيبي تحب البينجوين؟ والله يلا تعرف عند البينجوين. يلا انا مش تعبان. هذا اخطبوط. ايش ماسا؟ ريحه مش زاكه. المكان كله عتمة. سوار هون المكان عتمة لأنهم هاي الحيوانات بس بتكون عايشة بالليل. شوفي كيف واقف بالعكس اجريه فوق راسه تحت الخفاش. شايفين بيض التمساح؟ خوف التمساح. سامع صوته؟ حقيقي تمساح حقيقي. ما شاء الله ما اجمل السمك. الوان بتجنن سبحان الله. سبحان الله الخالق يعني كثير حلو. هذا اسمه قنديل البحر. سبحان الله. قنديل البحر الأزرق وهذا قنديل البحر القمري. شوفوا ما أحلى صورة. وهاي هاي أبيض وأسود. مين أحلى سمكة ماسة؟ الأصفري. علينا البينجوين. The penguins, so we have 8 males and 8 females. They can swim as fast as 26 kilometers per hour. شوفوا ما أجمل البينجوين بطريق.
شوفوا كيف بيسبحوا. شوفوا كيف بيسبحوا سريع. فاستر. مراحل تطور الجيلي فيش بيكون صغير شفتي، بيكون نقطة سوار، بيكبر شوي شوي. على فكرة هناك الجيلي فيش بعدين هيو. بصير كتير صغير، شوفي قديه بيكبر وبصغر بعدين بصير كبير. So this upside down sea chalice, they can produce their own food, they get their food from the light. جاهزين تشوفوا بيبي شارك؟ يلا ليتس جو. احنا هلا سوار في عالم الاسماك، كل اشي راح تشوفيه هون. This one came from the bamboo shark, this one is from the zebra shark, and this one is from the epaulet shark. This is what is the. This is the egg itself, the shark egg. Yes, so. No, it is the shark egg. So the baby shark is inside the egg. هاي البيضة جواتها بيكون الشارك. شوف كيف صار طلع من البيضة. هلا نازلين تحت جوا المية. هون الناس بتطعم الأسماك. ماما. شوفوا هذا السمك، اسمه سمك الزجاجي. شفاف، سبحان الله. على العمود الفقري كتير مبين والقالب.